أعزائي الطلبة وأهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس قواعد تتم لبحث الجملة الاسمية، وهو بعنوان الأفعال الناقصة. الأفعال الناقصة كما نعلم أعزائي الطلبة وهي كان وأخواته، وهي أفعال ناقصة تدخل على الجملة الاسمية ما عملوها وهو أهم شيء، فترفع المبتدأ ويسمى ماذا؟ يسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وهذا هو عملها. عملها أي تدخل على الجملة الاسمية لأنها جزء من الجملة الاسمية، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. كيف ذلك؟ سوف ننتقل إلى المثال. فيقول الله تعالى، قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما. كان، أين هو الفعل الماضي؟ كان فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة. أين اسمها؟ هو الله لفظ جلالة. الله لفظ جلالة اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. غفورا أصبح خبر كان منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وهكذا أعزائي الطلبة تعلمنا أن الأفعال الناقصة تدخل على الجملة الإسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وهذه الأفعال أعزائي الطلبة عديدة، ومنها أي أخوات كان، كان أصبح أضحى أمسى ظل بات صار ما زال من ما فتئ ما برح ما دام وليس. بعد أن تعلمنا ما هي الأفعال الناقصة وما عملها، ننتقل إلى الفقرة الثانية فنقرأ القاعدة. تقسم أحببت فيغدو الكوخ قصرا نيرا. في المثال الأول يغدو الكوخ قصرا نيرا. الفعل يغدو من الفعل غدا، والفعل غدا أيضا من الأفعال الناقصة. ما زال الشهيد رمزا للنضال. هنا أتى الفعل الناقص مضارع، هنا أتى ماضي أي ما نافية وزال فعل الماضي الناقص. لست أيضا أتى ماضي. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ أي أن نفهم من هذا الكلام أن الأفعال الناقصة تأتي، هناك أفعال ناقصة تأتي بثلاثة أزمان أي تامة التصرف، وهناك تأتي ناقصة التصرف تأتي بزمنين، وهناك أفعال جامدة فقط بزمن واحد. كيف ذلك؟ نقرأ أستنتج ثم نعود إلى الأمثلة مرة أخرى. تقسم أفعال ناقصة فقط تصرفها إلى تامة التصرف تأتي في صيغة الماضي المضارع الأمر، وهي كان أصبح أضحى أمسى وبات وظل وصار. أي كان تصبح في الماضي، مضارعها أكون أو أكون، أمرها هو كن، فأصبحت ماضي مضارع أمر وهي التامة التصرف. هذا نعني به ماضي مضارع أمر. ناقصة التصرف وتأتي قلنا في زمنين هما فقط الماضي والمضارع، وهي ما زال ما انفك ما فتئ وما برح، أي فقط تأتي في الزمن الماضي والزمن المضارع. ما برح في الزمن الماضي، ما يبرح في الزمن المضارع. هل تستطيع أن تصرفها إلى الفعل الأمر؟ سوف تقول لي لا يستقيم اللسان بها. الجامدة هما فعلان فقط، ما هو يأتيان في صيغة الماضي وهما ما دام وليس، لا نستطيع أن نأتي منهم لا مضارع ولا أمر. ليس، ما هو المضارع من ليس؟ سوف تقول لي لا يوجد فعل المضارع من ليس. هنا تعلمنا تقسيم الأفعال حسب تصرفها. ننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة التي تقول يأتي خبر الأفعال الناقصة. كيف يأتي خبر الأفعال الناقصة؟ يأتي اسما مفردا كما تعلمنا في بحث سابقا في بحث الجملة الاسمية كيف يأتي الخبر، بس
هناك كان مفردا مرفوعا، هنا مفردا منصوبا، لانه تعلمنا سابقا ما هو كيف ياتي خبر الافعال الناقصه. ثانيا جمله فعليه او اسميه في محل نصب شبه جمله جار ومجرور الظرف متعلقه بالخبر. كيف ذلك؟ نعود الى الامثله. ما زال ما نافيه وزال ماضي ناقص، فعل ماضي ناقص، تمام. العشب اسم، ما زال مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. أخضر هو أخبر، ما زال منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، هنا أتى اسما مفردا منصوبا. في المثال الثاني ما زال العشب، ما زال العشب يخضر، هنا الفعل الناقص وهو فعل ماضي ناقص العشب اسمها. جملة يخضر هنا جاءت جملة فعلية، جملة فعلية في محل نصب خبر ما زال، هنا جاء جملة فعلية. في المثال الثالث ما زال العشب في اخضرار، في اخضرار ايضا فعل اسمها. في اخضرار هنا جاء في حرف جر، اخضرار اسم مجرور، فيصبح الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف. هذا الخبر محذوف يقدر، اما كائن او موجود فنصبح فيصبح رفع الشكل الآتي: في اخضرار في حرف جر، اخضرار اسم مجرور على مجره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلقان بخبر ما زال محذوف تقديره العشب كائن في اخضرار أو العشب موجود في اخضرار. ننتقل إلى الفقرة الرابعة وهي الأخيرة. كان في القاعة طلابة، ما زال الإنسان، ما زال الإنسان ممارسات مضرة بالبيئة. هنا سوف نتعلم كيف يتقدم الخبر أفعال ناقصة على اسمها. هناك كما في الجملة الاسمية إذا كان في الاسم ضمير يعود على الخبر، وإذا كان الخبر شبه جملة والاسم نكرة. كان في القاع طلاب، كان فعل ماضي ناقص، في القاعة كيف يصبح إعرابها؟ في حرف جر، القاعة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار مجرور متعلقان بخبر مقدم. لماذا قدم الخبر على الاسم؟ لأن جاء شبه جملة، ويصبح إعراب طلابها اسم، اسم كان. تعلمنا كيف يتعلم، كيف يتع عفوا كيف يتقدم الخبر على الاسم. جاء شبه جملة وهناك ضمير يعود عليها. ما زال للإنسان ممارسات مضرة، ما زال أيضا فعل ماض ناقص، للإنسان جار ومجرور ممارسات اسم ما زال. طب أين هو الخبر؟ سوف تقول لي أيضا تقدم الخبر على الاسم عندما أصبح شبه جملة وهو للإنسان جار ومجرور، اللام حرف جر، للإنسان اسم المجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وهنا جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف. وتعلمنا كيف هنا تعلمنا كيف يتقدم خبر أفعال ناقصة على اسمها، هنا تعلمنا كيف يأتي الخبر، هنا ما هي كيف تتصرف الأفعال التامة وناقصة وجامدة، وهنا تعلمنا أفعال ناقصة وعملها. وهكذا أعزائي الطلبة، بعد أن تناولنا الدرس بشكل موجز، شكرا جزيلا لكم.